خطر صحي وبيئي يعاني منه سكان قرية أمبطين بالنقب نتيجة المياه العادمة المتدفقة وسط البلدة والقادمة من مستوطنات جنوب جبل الخليل. هناك حجج مختلفة كثيرة، للأسف الشديد مجلسنا لا يملك القليل من المال لرش هذا الوادي. ميزانية هذا المجلس هي 800 مليون شيكل، لا نرى منها شيء، ثم مجبرين كل العالم في الليل يسهر ويتسامر في الليل، والليل بالنسبة لهم هو عبارة عن حياة، نحن بالنسبة لنا في هذا الليل نختبئ عن البعوضة، لا يرى بعضنا الآخر بسبب معاناة هذه البعوضة، وخصوصا في الفترة الأخيرة التي حذرت منها وزارة الصحة من انتشار الكثير من الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوضة. ونحن هنا لو التقيت مع الدكتور في العيادة الصحية لوجدت الكثير من الأطفال بيراجعوا العيادة بسبب الكثير من الأمراض التي تنقلها البعوضة، فماذا نقول لك؟ القرية البالغ عدد سكانها قرابة 5000 مواطن تعاني من المكرهة الصحية المتفاقمة في ظل غياب أي حل يذكر من قبل السلطات. احنا طالب وزارة الصحة بفحص هذا المية اللي نتضرر منها، أولادنا يتضرروا منها، وكل يوم عندنا مضعوف ماشيين للحكمة من سبب الوادي هذا من قرص البعوض. فاهم؟ من طالب وزارة الصحة ترسل خبير لهذه المية تفحص إيش ضررها علينا. سنين بنطالب فيه، سنين كثيرة بنطالب، إحنا سنين كثيرة بنطالب من الوادي هذا. هذا وادي آفة، وادي آفة، مجرد ريحته ومجرد كمان هو ضعف بينزلوا فيه، في ضعف صغار بينزلوا في المية هذه بلعبوا فيها. رسائل ومناشدات عديدة لم تلقى من المجلس الإقليمي أو غيره من السلطات أي تحرك بالرغم من مخاطر لسعات البعوض وما تنقله من أمراض مصدرها المياه العادمة.